بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض المسار الصحيح لتعلم البرمجه. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا ببساطه كده عن ايه هي البرمجه، ايه هي لغات البرمجه، ايه هي الخوارزميات واهميتها في البرمجه، وايه هي الداتا ستراكشر او هياكل البيانات واهميتها في البرمجه. ويمكن دول التلات عناصر الاساسيه اللي انت لازم تبقى عارفهم علشان تدخل مجال البرمجه، او عشان لو انت هتشتغل على سكيل كبير او مشاريع كبيره جدا لازم تبقى عارف الحاجات دي. طيب ناقصنا هنا قلنا حاجه اخيره كده هنتكلم عليها، وهي اداره بقى شباب المشاريع البرمجيه. انت خلاص بقالك كذا سنه خبره، ومفروض ان انت تخش على النكست ستيب بتاعتك ان انت تبقى راجل مدير بقى في المشاريع البرمجيه. فعلشان توصل للمرحله ديت محتاج تدرس شويه حاجات يا شباب، يعني ممكن مثلا منهم السوفت وير بروجكت مانجمنت. بص السوفت وير بروجكت مانجمنت هو شارح نفسه، هو اداره المشروع البرمجي. واداره المشروع البرمجي ده هو مش بيعلمك برمجه، لا هو بيعلمك حاجات في الاداره اكتر يا شباب. يعني انت دلوقتي ازاي تقسم او تجزأ المشروع بتاعك دوت لحتت وتديها للموظفين او المبرمجين اللي هم هيشتغلوا عليها لحد ما تقفل المشروع دوت وتسلمه للعميل. فهنا بيتلخص القصه بتاعت اداره المشاريع البرمجيه او السوفت وير بروجكت مانجمنت. ويمكن الماده دي احنا درسنا فيها اكتر المايكروسوفت بروجكت، لو حد ما يعرفش عنه يا ريت يخش يبص بص عليه. المايكروسوفت بروجكت اول ما بيجي المشروع بناخده نعمله تايم لاين، نقول ان المشروع ده الستارت بتاعه النهارده والمفروض يخلص بعد 3 4 شهور، ونحط التايم لاين دوت. بعد كده ناخد التايم لاين ده الاسبوع الاولاني هيشتغل مثلا احمد ومحمد وحسين على جزء مثلا خاص باللوجن في السوفت وير دوت، وهيطلعه اول ريليز بتاريخ مثلا 21 مثلا. وفي نفس الاسبوع هيشتغل مثلا محمود واسامه مثلا على الجزئيه الخاصه بالاوردرنج، وهكذا. شباب هو بيعمل التايم لاين وبيقسم الاجزاء، او الراجل المدير ده بيقسم اجزاء المشروع على الناس اللي شغاله معاه لحد ما بيفنش المشروع ده ويسلمه للعميل. طيب فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تدرسها. احنا بنتكلم بقى في حاجات اكسترا شويه انت مش محتاجها عشان تبقى مبرمج، ده النكست اللي ما بعد البرمجه. يعني الحاجه الثانيه هي الاجايل. الاجايل من المواد اللي درسناها ايضا وماده مهمه جدا، خصوصا احنا درسنا هو في منها الاكس بي والسكرام وشويه انواع. لكن احنا درسنا الاسكرام. الاسكرام ده شباب ايضا كنوع من انواع تنظيم او اداره المشروع البرمجي. هو بيقسم المشروع بالكامل على ريليزز، شويه قطع كده صغيره، وكل قطعه ليها لايف سايكل. الكلام ده بتدرسه جوه الاجايل. اللايف سايكل دي بتكون عامله ازاي، وعلى حسب ولازم تخلص اللايف سايكل بتاع القطعه الاولانيه ديت وتعرضها على العميل، ولما يوافق ترجع تشتغل على القطعه الثانيه. ودي من افضل الطرق في اداره المشروع البرمجيه بالمناسبه. طيب عندنا حاجه ثالثه عايز اكلمك عليها، وهي اليو ام ال يا شباب. اليو ام ال من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا ديكومنتيشن اكتر دلوقتي للمشروع. يبقى لو انت عايز تخلي المشروع بتاعك ديكومنتيشن او معمول بقى في ديكومنت، والكلام ده الشركات الكبيره هي اللي بتحتاجه، واكتر اللي بيعملوه الناس اللي بتعمل اناليسز للسوفت وير بتشتغل باليو ام ال. اليو ام ال جواه حاجات كتيره جدا، جواه اليوز كيس، اليوز كيس دايجرام والاكتيفيتي دايجرام والموديل دايجرام، وبياخد الريكويرمنت، بياخد كل حاجه تقريبا عن المشروع بشكلها. يعني مثلا اليوز كيس دي نقدر نقول حاجه قريبه قوي من الالجوريزم. الموديل دايجرام قريبه قوي من الداتا ستراكشر، شبيهه جدا، تقدر تخرج لك البرنامج اصلا. وبياخد الريكويرمنت بتاعت العميل وما الى ذلك. يبقى اذا برضه من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تدرسها وممكن لا هي اليو ام ال. طيب احنا كده شباب زي ما قلنا انت محتاج بقى تعرف ايه هي لغات البرمجة الاكثر انتشارا في 2021. والكلام ده احمد سلامة يعني مش خبير علشان يقول لك ايه هي لغات البرمجة الاكثر انتشارا، ولا في حد على النت بالمناسبة خبير. هي القصة كلها ان في بعض المواقع مثلا زي ستاك اوفر فلو، مثلا السي شارب كورنر،
مثلا الهاك دوت اي او، شويه مواقع المواقع دي بيستخدمها المبرمجين على مستوى العالم بشده. فالمواقع دي عامله احصائيات، والاحصائيات ديت بتقول لك انهي اكتر لغه المبرمجين بيسالوا عليها مثلا على سبيل المثال، فبالتالي بيقول لك هي دي اللغه الاكثر طلبا او الاكثر انتشارا. ولكن الكلام ده مش مقياس تماما، ولا تحط في دماغك انهي اكثر لغه اكثر انتشارا، احنا هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي. ولكن صدقني كل اللغات وكل الوظائف موجوده ومتاحه وكتيره جدا في هذا المجال، فما تقلقش، خش في اي لغه برمجه هتلاقي لها وظائف، وهتلاقي ناس كتيره بتطلبها، وهتقدر تعمل بيها كل اللي انت محتاجه. تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل الجديد. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.